فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة التوبة وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟ صلاة التوبة حديثها ضعيف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأسقط الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه. نعم، لا ما تسمى سنة التوبة، تسمى سنة الوضوء، لكن تحصل بها التوبة.